جامعة الشرق الأوسط واحدة من الجامعات العريقة والتي حصلت على تصنيف عالمي وبرنامج دولي بأهلها لدخول العالمية. اليوم بيسعدنا نرحب بالدكتور هشام أبو صايمة عميد البرامج الدولية، أهلا وسهلا فيك، والدكتور عمار المعايط عميد كلية الصيدلة، أهلا وسهلا فيك. قبل ما نبدأ حديثنا عن هذا التصنيف العالمي وهذا البرنامج الدولي، خلينا نتابع هذا الفيديو ونرجع نحكي. الجامعة هي الأولى التي تحتضن وتشارك مع جامعات عالمية مرموقة في برامج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، إحداها برنامج جامعة ستراثكلايد البريطاني الصيدلة M-Pharm 3+2. جاء هذا البرنامج تنفيذاً لإحدى مبادرات مؤتمر لندن 2019 نمو وفرص في القطاع التعليمي. سعيدون جداً في جامعة الشرق الأوسط باستحداث برنامج الصيدلة المشترك 3+2 مع جامعة ستراثكلايد البريطانية والمصنفة في المرتبة الأولى على مستوى بريطانيا في تخصص الصيدلة. طبعاً هذا البرنامج هو برنامج نوعي بامتياز، حيث يتيح للطالب دراسة أول 3 سنوات من البرنامج في الأردن وفي حرم جامعة الشرق الأوسط، ثم ينتقل الطالب بعدها إلى بريطانيا لإكمال السنتين الأخيرتين من البرنامج والحصول على شهادة الإمفارم التي تسمح للطالب بمزاولة مهنة الصيدلة في الأردن وبريطانيا. The partnership with the MEU developed over 2 or 3 years now is to have a joint Master's of Pharmacy degree. The first 3 years will be at MEU in Amman, Jordan, including a foundation year in the first 2 years of the degree. The second 2 years will be at the University of Strathclyde, both the third and or the fourth and the fifth year of the programme. The pharmacy degree in, here at Strathclyde is one of the most modern and innovative degrees in the UK. So you'll be learning from day one how to be a pharmacist and looking at the role you have in making sure that the appropriate medicines are delivered for different types of patients, both in hospitals and in the wider community. من ميزات هذا البرنامج بأن الخطة الدراسية للبرنامج قد أعدت خصيصاً لتزويد الطالب بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الحاصلة على مهنة الصيدلة في القرن 21، وبالتالي تعمل الخطة الدراسية على تحويل الطالب إلى متعلم مستمر قادر على اكتساب أي مهارة جديدة قد يحتاج إليها في المستقبل بناء على متطلبات سوق العمل. أما استحداث هذا البرنامج جاء من خلال جهود كبيرة من كلا الجامعتين في الأردن وبريطانيا لتحقيق معايير الجودة والاعتماد في كلا البلدين. مرة ثانية دكتور عمار ودكتور هشام، يسعد صباحكم. استمعنا وشاهدنا هذا التقرير. دكتور هشام، اسمح لي أبدأ معك، ماذا يعني احتضان برنامج دولي في جامعة أردنية؟ ماذا يضيف لكم وللوطن؟ تمام، شكرا لك ست لانا، يسعد صباحك ويسعد صباح كل أبناء الوطن. يعني اسمح لي أولا في البداية أن أقول أنه احتضان برنامج دولي أو البرامج الدولية المستضافة في جامعة الشرق الأوسط هو فرع للجامعة البريطانية في جامعة الشرق الأوسط، فجميع المواد التدريسية والخطط والكريكولم والأسسمنت والامتحانات اللي بيقدموها الطلاب هي من الجامعة البريطانية، وفي النهاية الطالب يمنح الشهادة البريطانية المعترف بها دوليا. هذا باختصار تعريف البرامج الدولية. أما الجامعة الشرق الأوسط استطاعت صراحة منذ تأسيسها حتى الآن بتخريج العديد من القادة في وطننا الأردن في كافة المجالات، في المجالات الإعلامية والسياسية والاقتصادية والهندسية والعلوم الصيدلانية أيضا. خلال مسيرة جامعة الشرق الأوسط أيضا استطاعت من خلال تجهيزاتها المتميزة وبنيتها التحتية والجودة المتميزة في العملية التعليمية
والتدريسية أن تحصل على العديد من شهادات الجودة المحلية والعالمية. فمثلا استطاعت الحصول على شهادة اعتماد من مؤسسات من مجلس مؤسسات التعليم العالي الأمريكي شيع، واستطاعت الحصول على شهادة الآيزو في الجودة، واستطاعت الحصول على شهادة ضمان الجودة المستوى الذهبي من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. كل ذلك بالإضافة إلى سمعة الجامعة العالمية المرموقة، ساهم في اعتماد الجامعة من هيئة الاعتماد البريطانية QAA، ووافقت لنا على البدء في احتضان برنامج كان أول جامعة بريطانية في الأردن، هو برامج جامعة بيدفورشير في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وفي تخصصات صراحة نوعية تخدم سوق العمل المحلي والإقليمي كالأمن السبراني وإدارة الأعمال والإعلام. وبعد ذلك طبعا في نهاية هذا الشهر سنحتفل معا بتخريج الفوج الأول من طلبة جامعة بيدفورشير، وهذا دليل أولي على نجاح هذه البرامج الدولية. طبعا الأهم من ذلك كله أنه في جامعة الشرق الأوسط احنا ارتأينا أن نترجم رؤية جلالة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين من خلال الاتفاقية الأخيرة مع جامعة ستراتكلايد في برنامج الصيدلة المشترك. هذا البرنامج اللي كان أحد مبادرات مؤتمر لندن الأردن نمو وفرص في بداية العام 2019 بحضور جلالة سيدنا، وكان هذا المشروع هو المشروع الوحيد اللي تم تطبيقه في قطاع التعليم العالي، وهو بداية خلينا نحكي التعاون المشترك في التعليم العالي بين الأردن وبريطانيا. تحدثت عن برنامج الصيدلة البريطاني، وأعتقد دكتور عمار بأنه هذا البرنامج مهم لأنه كمان بالشراكة مع واحدة من الجامعات البريطانية المهمة. حدثنا عن هذا البرنامج لو سمحت. في البداية طبعا شكرا ستلانا على استضافتنا، وبشكر التلفزيون الأردني على السماح لنا أو أعطانا الفرصة للحديث عن برنامج الصيدلة البريطاني المشترك، واللي تم استحداثه مؤخرا والموافق عليه من قبل وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. برنامج الصيدلة الام فارم 3 بلس 2 المشترك مع جامعة ستراتكلايد البريطانية هو برنامج الأول والوحيد من نوعه في المنطقة. هذا البرنامج صمم خصيصا لمواكبة التغييرات التي تحدث حاليا على مهنة الصيدلة، وذلك أنه بيعتمد على خطة دراسية ترتكز على التعليم الصيدلاني المستمر أو يسموه Integrated Continuous Curriculum، وليس نظام الساعات التقليدي اللي متعودين عليه إحنا في الجامعات. فبالتالي الطالب عندما يدرس هذا البرنامج يكتسب مهارات الصيدلة العالمية ويصبح صيدلاني عالمي عابر للحدود، يستطيع العمل في أي بيئة عمل وفي أي سوق عمل يحتاج صيدلاني. فبالتالي إحنا قاعدين بنخرج صيادلة اللي هي تقدر تشتغل في الأردن في السوق المحلي، وبرضه تقدر تشتغل في أي مكان في العالم عن طريق هذا البرنامج. كمان يتميز هذا البرنامج إنه الخطة الدراسية تبعته بتحول الطلاب إلى متعلمين دائمين، يعني تعلم مستمر بدلا من الأسلوب التقليدي التلقيني في طرح المعرفة. فالطالب متعلم مستمر، حتى نظام التقييم والامتحانات للبرنامج مختلف كليا، لانه احنا بنربط شو اللي بده يتعلمه الطالب بالمهارات دايركتلي اللي بيحتاجها في سوق العمل. يعني على سبيل المثال الممارسه الصيدلانيه اللي بده يقدمها داخل الصيدلانيه، مهم جدا انه انا اكون الامتحانات واسلوب التقييم مرتبط بهاي المهاره، بدي اتاكد انه الخريج اللي عندي يمتلك هاي المهاره، وليس فقط اني اعطيه مواد ويعني اتنبا انه يمتلك يعني افضل يعني كونتينيوس اسسمنت وتقييم متواصل. في شغله ثانيه كمان، انه هذا البرنامج سيدرس بشكل مشترك 3 بلس 2، هو اسمه 3 بلس 2، مدة البرنامج 5 سنوات، 3 سنوات سوف يدرسها الطالب في الأردن، ثم ينتقل إلى بريطانيا في السنة الرابعة والخامسة ليحصل على درجة M-Farm، وسيتدرب تدريب كامل في مستشفيات والصيدليات البريطانية. لما يحصل على درجة M-Farm، هاي الدرجة بتسمح له بمزاولة المهنة في الأردن، وبتسمح له للتقدم بسنة التدريب الخاصة بالصيدلة في بريطانيا اللي بتعطيه مزاولة المهنة في بريطانيا. بالإضافة إلى ذلك هاي الشهادة تعادل درجة الماجستير في بريطانيا، فمجرد ما يتخرج منها الطالب يستطيع الدخول إلى برنامج الدكتوراه مباشرة، يعني على ال 18-23 بيكون عمره 23 بيقدر يدخل برنامج الدكتوراه. أما بالنسبة لجامعة ستراتكلايد والشراكة معها، إحنا سعيدين وكلنا فخر بهاي الشراكة، لأن جامعة ستراتكلايد تعتبر من الجامعات العالمية المرموقة، تأسست عام 1793 يعني عمرها أكثر من 200 سنة. كلية الصيدلة اللي فيها مصنفة في المرتبة الأولى على مستوى بريطانيا نتيجة للبرنامج هذا البرنامج، لأنه متميز وريادي
أخذوا عليه التصنيف المرتبة الأولى. أنا أعتقد أن هذا البرنامج الإنفارد سيساهم بشكل إيجابي أولا في تطوير التعليم الصيدلاني الأردني وتزويد سوق العمل بكفاءات عالية قادرة على قيادة القطاع الدوائي والصيدلاني وتطويره في الأردن وفي المستوى الإقليمي. طبعا تحدثنا عن موضوع الدراسات الدولية في جامعة الشرق الأوسط، ما رتبيك للطالب خصوصا بما أنت عندكم دراسة في جامعة البيتفورد شاير؟ حدثت عن هذه الشراكة وأيضا حدثت عن موضوع الدراسات الدولية، ماذا تضيف للطالب؟ طبعا البرامج الدولية عندنا في جامعة الشرق الأوسط هي بدأت خلينا نحكي من تقريبا سنتين في الشراكة مع جامعة بيدفورشير في احتضان جميع برامج جامعة بيدفورشير. جامعة بيدفورشير فتحت بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في تخصصات في كليات الأعمال والآي تي، الأمن السيبراني والفورنزكس، الجرائم الرقمية، التصميم الجرافيكي، الإعلام. الآن عندنا يعني طلاب في معظم هذه التخصصات. لما نحكي أنه ماذا أضافت للطالب، أنه جميع المواد، جميع الكريكولم، الكادر الأكاديمي بيجي من بريطانيا بحاضر في الأردن وبرجع لبريطانيا، الأسسمنت، الإكزامز، التقييم كلها من بريطانيا. طبعا زي ما حكى الدكتور عمار في الإنفارم هي 3+2، فالطالب يعني 3 سنوات حيوفرهم في الأردن، حيكون جالس بين أهله. الطالب اللي بيشتغل مش راح يترك عمله حتى يسافر إلى بريطانيا، فبالتالي يعني في توفير في أول 3 سنوات في برنامج الإنفارم، في برامج بيدفورشير. هو نفس العلم اللي راح يدرسه الطالب في بريطانيا وبنفس الخبرات المتميزة، بنفس الاندستريال إكسبيرينس اللي راح يأخذها، بنفس الشهادة المعترف بها عالميا في الأخير في الأردن. وحيكون يعني إذا بيشتغل ما بقدر، مش راح يترك شغله، إذا بين أهله ما راح يتركهم، فبالتالي في توفير في المصاريف السكن والسفر والمعيشة، بالإضافة إلى أنه الرسوم الجامعة تقريبا هي من 50-55% من رسوم الجامعة اللي راح يدفعها الطالب في بريطانيا. نعم. طيب إذا تحدثنا كمان دكتور عن موضوع السوق العربي، دكتور عمار، قديه بالفعل السوق العربي بحاجة لرفع الطاقة في الصيدلة، وكيف بتشوف مستقبل الصيدلة محليا كمان؟ هلا مهنة الصيدلة الآن تمر بتغييرات جذرية وكبيرة، يعني الشكل الكلاسيكي للصيدلاني في صرف الوصفات الطبية تغير وسيتغير لاحقا بشكل كبير. وبرضه القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع الدوائي الصيدلاني سواء في الأردن أو الوطن العربي زي الصناعة والتسويق الدوائي، الصحة العامة إلى آخره، هاي كلها رح تتغير زي كل القطاعات. إحنا الآن نمر مرحلة فيها تغيرات سريعة وكبيرة، يعني رح تتغير. الآن الصيدلي رح يزيد دوره في تقديم الرعاية الصيدلانية للمريض نتيجة لارتفاع الكلف الطبية، والطبيب لن يستطيع أن يتعامل مع آلاف المرضى اللي بيجوا في القطاع العام والقطاع الخاص والآخري. فبالتالي هون رح تصير كثير من الشغلات اللي مرتبطة فقط في الطبيب تتحول إلى الصيدلاني. بالإضافة للصناعة الدوائية الآن اختلفت عن زمان، الأدوية الحديثة الآن أدوية بيولوجية تصنيعها مختلف بشكل كامل. صحيح. هل هذا الحكي بتطلب من كليات الصيدلة إنها تغير من مناهجها الدراسية والخطط الدراسية تبعتها؟ مزبوط. حتى تتواكب مع التغيرات الكبيرة التي ستحصل. غير هيك في عنا أنا شغلة ثانية، أنا ما بعرف بعد 30 سنة كيف رح يكون شكل الصيدلة مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والارتفيشال انتليجنس، فلازم أحول الطالب لمتعلم مستمر، يعني لما يتخرج يقدر يكتسب أي مهارة جديدة ممكن تظهر له في سوق العمل. وهنا إجى برنامج إنفارم. برنامج إنفارم تم تصميمه بناء على طرح سؤال جوهري واحد مهم، ما الذي يحتاجه صيادلة القرن 21 أن المعرفة التي يحتاجوها والمهارات التي يحتاجوها عند تخرجهم؟ يعني أنا قاعد بفكر المستقبل وما بعد المستقبل، فتم تصميم هاي الخطة بناء على هذا السؤال مع شركاء الجامعة من سوق العمل. يعني جامعة راحت سألت المصانع، المستشفيات، الشركات الأدوية شو السكيلز والمهارات اللي بدكم إياها من الصيدلي بعد 5 سنين و20 سنة لقدام، وتم تشكيل وبناء الخطة الدراسية. فالخطة الدراسية بتنعطى بشكل مختلف كليا بشكل متسلسل. ما هي اللي بتحكي أنت مظبوط دكتور؟ ليه؟ لأنه إحنا بنشوف الناس هلأ يعني صارت أكثر ذكاء وخبرة، بتلاقي حتى الأدوية لما بدون يروح يشتروها كل شخص صار يفهم جسمه صح، وصارت الروشيتا أو المواصفات أو السايد إفكت أو تنقرأ حتى قبل ما ناخد أي دواء، فبطلت الناس زي سابقا. تمام.
هلا يعني مثلا بريطانيا انت بتروح بتدخل على الصيدليه بتلاقي في كورنر واحد معين, في كورنر معين للصيدلاني يقدم فيه المشوره الصيدلانيه, بقعد مع المريض بيحكي معه ربع ساعه, بثقفه عن الدواء, بتاكد انه الخطه العلاجيه تبعته موجوده, وهذا اللي احنا بدنا نحاول ننقله الى الاردن والمنطقه والاقليم. غير عن تطوير الصناعات الدوائيه بشكل عام, التغيرات الطارئه وهي السريعه اللي بتمر فيها مهنه الصيدله, برنامج ام فارم سيقدم الحلول للطالب العربي والأردني في المستقبل بالنسبة لهاي المهارات, فهو متعلم مستمر. يعني أنا راح يكون عندي خريج قادر على استيعاب أي معلومة في المستقبل ويتعلمها ويطبقها في سوق العمل. دكتور هشام, أي إضافة قبل الختام؟ شكرا لك ستلانا, بس أنا حاب أكد أنه هذه البرامج الدولية يعني هي بتكسب الطالب نفس المعرفة الدولية إذا درس في بريطانيا, معتمدة من التعليم العالي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية, معتمدة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها, أيضا QAL البريطاني, هيئة الاعتماد البريطاني بتقوم زيارات دورية للجامعة للتأكد من ضمان جودة هاي البرامج الدولية. أنا بدي أشكر حضوركم معنا دكتور عمار معايطة ودكتور هشام أبو صايني, سعد صباحكم وألف مبروك هذا التميز ومش غريب على جامعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا. خلينا ننتقل لفارس حلقتنا, فارس حلقتنا موسى أبو زيتون الممرض اللي لم يثني تقاعده على أنه يكون دائما معطاء, فحاول يشتغل في الزراعة ولكن بطريقة جديدة وحضرية. خلينا نتابع كيف موسى أبو زيتون تجاوز كل الصعاب وأيضا لم يثني تقاعده عن العمل بهذا التقرير مع زميلنا معاوية رياشي.